خير. ده منزل احمد خالد. طيب احنا قناه الحياه، برنامج حقق حلمك. ممكن يا ماما برنامج حقق حلمك. انت مين؟ انا احمد خالد سيد. انت اتصلت بينا؟ اتصلتوا بينا؟ اتصلنا في البرنامج وحقق حلمك وكده. يعني كنتوا طالبين ايه؟ هو كان عايز يعمل شخصية سبايدر مان. مين بقى اللي اتصل، انت ولا بابا ولا ماما؟ انا اتصلت. طب حضرتك كنت متوقع ان احنا نجيلكوا هنا المنيا؟ لا ما كنتش متوقع. هو اتصل وكان عايز يحقق حلمه يعني كده. طيب ايه رأيك بقى النهاردة لو جينا خدناك وتروح تحقق حلمك وتبقى سبايدر مان؟ ماشي، مبسوط، هكون مبسوط طبعا. طب يلا تغير هدومك وتيجي معنا. زي ما بدأنا وشفنا الرحلة من البداية بحقق حلمك للطفل أحمد، الطفل المنياوي اللي جاي من المنيا مخصوص، جاي عشان خاطر بعتنا في حقك حلمك وقال أنا عايز أبقى سبايدر مان. إحنا قررنا إن إحنا نحقق له حلمه، قررنا إن إحنا نخليه يبقى سبايدر مان، وقررنا إن إحنا نحاول نخليه يعيش ولو لحظات بسيطة إنه سبايدر مان. هو جاي مع احد الزملاء دلوقتي من المنيا، وانا منتظره هنا المفروض في القاهرة عشان خاطر يعني نحقق له حلمه ويبقى سبايدر مان. هي بصراحة حاجة انا لما يعني وقفت قدامها في لما سمعتها على الشريط في اتصل بالبرنامج اندهشت. يعني ممكن طفل يقولك انا عايز لعبة، طفل يقولك انا عايز طيارة، عايز موتوسيكل، لكن عايز يبقى سبايدر مان كانت جديدة. فيا رب نقدر نحقق له حلمه. خليكم معانا. احمد خالد سيد محمد، محافظة المنيا، مركز ابو رقاص، شارع الصقر. عندي 8 سنين. علمي ان انا اطير في الجو زي سبايدر مان.